بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، يا الله سبحانه وتعالى فكاره نو بلفو درساتن لباتش اللي هيوات يميزرا نجر من اندهونا لما يتمكرن يام أرسو الله سبحانه وتعالى أبستو موسات اندهونا لما يتشلنا. رقتنا الله سبحانه وتعالى أبستو موسات لباتشن هيوات يميست كمونم بتجمعري الله سبحانه وتعالى زندا تلك هنا درجة يقونا سفنال. إنه دقمو زاري الله سبزي بزاري وحديثاتشن دمو الله سبحانه وتعالى زندا كنيا من اندم يفلق يمي استمر كلب غار تيعيزو يمتع للا عند حديث دقمو ان ملك تالن. بزي حديث رسول عليه الصلاة والسلام سووش تقرد ستولين كساك سبتنا تقل يادر قبت يمي قباو نقر من اندهوني تقومونال. نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه سناقر رسول عليه الصلاة والسلام أنده بالوالال منال إن الله لا ينظر إلى صوركم الله سبحانه وتعالى ولا قصتاتشوك أي ملكة وأموالكم أندزيوم دغمو نبرتاتشونم أي ملكة نقرقن الله سبحانه وتعالى ملكة مناتشونو ولكن ينظر رسول ملكة إلى قلوبكم ودى لبوتشاتشونا وأعمالكم أندهم دغمو ودى سراوتشاتشو ودى متسراوتشو سراوتشنو الله سبحانه وتعالى من ملكته. نعم، الله سبحانه وتعالى تلقنا وأنني أساس بيكم نقر من دنو لبنا الله سبحانه وتعالى زندا تلقنا وأنني أساس بي نقر من دنو سرانا. نعم، يسوي لجوج ولا تشن من دم الناقة وبي جزيو هل ما تيشالل كفيلو جستا ولا ما سمر بيتون بمن كام نطرو يهونو كلام وتشن بمبرت يتلايو نجارو تشن بمبرت جنز بمفسس بيتون يادسال راسون ياسو بال يكون الجال من هول بزو نجار الله لمن يسوي لجي مياسس بو مظاهر جتسا سلهوننا الله سبحانه وتعالى جن جتسا مظاهره من دنو يلاي هو هي تافس مو أساس بو لا لا أبدا بجراش تلكنا وأنني أقوم نجار الله سبحانه وتعالى زندا لبنا الله سبحانه وتعالى زندا تلكنا وأنني ونجر من دنو. نعم، سرانو سرانو ميأسفلقو من أسباب الزايد اللهم ويدقمو قطتاون باسام مرايد اللهم تلكنا وأنني أقوم نجار مسترو يتني اللو لب الناس رالين. نعم، لب بتشهر لنا من لب راسه كويس ولجي أمي سراو لب ويقاترون كل إناء ينضح بما فيه بلال إيان داندو كابو استو يالو النقر نو يمي رجو لما السالي أنت عندي هنا بالي أمتهنا زابا اللي وست يهونا اسبونج أسقبها بيت بالي وست يالو وهانو اسبونجون أسقبته بتشامكو ميوت عليه من دنو وها وستني أسقبه وستي وطان عندي هاي وطان ميوت من دنو وهانو وتتعلبت دمو بالدو استسقبته يعني سبونج بتوطاو يميوطاو هايللم انغريو ساي اوتت نو معناتنو اندزيو مرز بيون مدفقو هاشا نغروش بيون يا سبونج ميوطال لهزا وسط يالون نغر يازون نغر نو جيل ادلم لك اندزيو دغمو لباچنم بوستو يازون نغر نو يميتفو بوستو يازون نغر لباچن ملكام كهونه توحيدن كقواطره ملكام سنه مغباروچن كقواطره يا الله سبحانه وتعالى وديتا ياقفه يونه اندهونه يميانصباركو نغر كله يانن ملكام نغر يهونال معناته بانصارو دغمو لباچن الله يطبقنا شرك كهونه يقواطرو نفاق كهونه يقواطرو مدفو يونه نغروچن كفرن كهدتن ليلاچ الله يا رسول عليه الصلاه والسلام فلق مام قواشش كهونه بدعان كهونه ياقفه يمياوطاو باتقالاي انزان نغروچ نو انجي
ልብህን ያላጠጣው ነገር ፈጽሞ አይተፋልህምና ነው ዛሬ ብዙ ሰዎች አላህ እኮ የሚመለከተው ለልብ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስራን የሚመለከተው እያሉ የተለያዩ ነገሮችን ይሰራሉ ሙያ በልብ ነው ይላል ያገሬ ሰው ምን እንደሚኖር ለአበደን በጭራሽ ናም ልብ ወሳኙ ነው ልብ ዋናው ነው አንገብጋቢ ነው ልብ ይላሉ ሰዎች ሲናገሩ القلب ملك ይላሉ ቀደም ሲል ከነበሩ አንድ سلف القلب ملك والأعضاء جنوده إلى اللو لب نقص نو إلى اللو إذا ونت كفلو تشاتشن دقمو إن إج إن إقر إن أين تلاعيو نقروش دقمو من دلنا تشوارو يرسو سراوي توش ناتشو لب نقص نو ليلو تشو سراوي توش ناتشو إنقدي يا نقص إذا صلح الملك يه نقص ميبالو لب ملكام يهونن دهونن يهونن دهونن أه ሌሎ ጭንጦር ሰራዊቶቹ ባጠቃላይ እነ እጅ እነ እግር እነ አይን እነ ጆሮ እነ ምላስ ሁሉ ሰላም ይሆናሉ ነው ነገር ግን ያ ንጉስ የተባለው ልብ የተበላሽ የሆነ እንደሆነሳ እነዛ ሙሉ የተበላሽ የተበላሽ ይሆናሉ ማለት ነው الله سبحانه وتعالى لباتشن يستكاكل لن لزيم نو الله سبحانه وتعالى بقرآنه نجا يوم القيامة جنزم متلو لجم متلو ببال نجر باتك على أيتك مهم ميلان يوم لا ينفع مال ولا بنون يزان كان على الله سبحانه وتعالى جنزب اي تكمم اندزيوم دغمو من اي تكمم لجوج اي تكمم ميتكمو ما انه الا من اتى الله بقلب سليم نجام ميوطاو يميفلغون يمياغنيو جنتن يميغباو كاسات نصام ميوطاو لبون نصو ادرغو اللهن بمغزات الرسول عليه الصلاه والسلام فلك بمكتل قتنياو منغد يزو كالمطا بستقر يمطا لبنجي ديلاو باتقالاي كساري نونو الله سبحانه وتعالى ميلو بغزتاما بيهون نورو بقنجنا بيهون نورو بسونت بافر بافرتم بيهون نورو منال باتم انداند منافقان قدمو كولوم سو جنت بغبو نبر الله سبحانه وتعالى كو سلنزا سلمنافقو سيناجر مناله بالقران واذا رايتهم تعجبك اجسامهم ما تتملكتاچو تخلسونهاچو بتام ياسجر محل ياسدم محل على الله سبحانه وتعالى واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم دغمو بيناغرو نغغراچو انت سماله يبارك هالنغغراچو وان يقولوا تسمع لقولهم واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده لك كغرغدا غار انت تدغف انچتوش ناتشو الناس يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو شهت كل الناس لا يمسلباچوال ستاچو يماركوال نغغراچو اقواماچو مناچو يماركحال نغر جن تلقو شجر يالو يتنو لباچو لايرو ከሙእሚኖቹ ጋር ሲሆኑ ከናንተ ጋር አምናን ይላሉ ዞር ሲሉ ደግሞ መርዛቸውን ይረጫሉ ንዓም ስለዚህ ትልቁና ዋነኛው ቁም ነገር ገጽተው አይደለምማ እንግዲያውስ ምንድነው ልብ ነው Subhanallah والله اسكي تملكتو احبتي في الله بارك الله فيكم سنت عينت سوال بتام طرو لبس لبسو كرباتون منون من ادرغو بقى خلاص يمين تبرر ستايو يامران نغرغن سو يودوات فصمو سي يودوات تايو كرات هلبتا سوتشن ينقالا بقى لسو مالت دنيا مالت ايه نو بقى خلاص يعني ايه يلبسو سنسلت يلبسو جاما يلبسو لبس غصتاو منامنو منامنو لك እንደዛው ደግሞ ሴትየዋ ተበቃ خلاص ያን ያላደረገችው ነገር የለም ተንቀሳቃሽ ኮስሞቲክስ በላት ሁሉ ነገር እሷ ጋር ታገኘዋለ ነገር ግን የሰው ፍቅር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይሰጣትም አልሰጣትም ባል እንኳን አታገኝም ሌላው ቀርቶ እንኳን ቢቀርባት ምላሷ መከራ ነው ስድዋ መከራ ነው ሶስት አራት ጊዜ ተፈታ ታገኛታለ لك እንደሷ ገጽቷን ብቻ የሚያዩ ሰዎች ያገባታል ልቧን የሷን ባህሪ የሷን ስራ ግን ያላጠኑ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው በአንጻሩ ደግሞ ምናልባት እንደሷ ያልተንቦጣረረች እንደሷ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልክ ያልደፋባት ምናልባትም መልካም መልከ መልካም አይደለችም ብለን የምታስባ ሴትዮ ከልቧ ንጹህ ስለሆነ ረጋ ያለች መልካም ተናጋሪ ጥሩ የሆነ ለዘብታ ያላት ሴት ያለ ምናልባትም ብዙ ወንዶች እሷን ለማግባት ሲሻሙ ታገኛለህ ወይ ደግሞ አንድ ባላግብቷት ከሷ ጋር ሰላም የሆነ ኑሮ ሲኖር ታገኘዋለ አይዋ ሚዛኑ ምንድነው ልብ ነዋ ሚዛኑ ምንድነው መልካም ስነ ምግባር ነዋ
ميزانو مندنو ملكام سرانو انجي بغستوا ما بيهون نورو بغستوا ما بيهون نورو باللبابس بيهون نورو ما مجمرا بودقچ نبر ايدلم والله ايدلم احبتي في الله عجبكونو اسكي تملكتو سويو بدنيا لا يتامو بيموت تامو موت بشتا يتلاقي بشتا وتشالو الله الله جنم كبشتا يطبقن يتاممو سوتشنم الله عافيه يدرغاچو بارك الله فيكم بزو بشتا وتشالو لمثالي عند سو بزا بشتا موت خلاص يسو هيوت زي غارا قومه نغرغن يا اخيرا هيوت ويجمرال ማንኛውም አይነት በሽታ ነበር ያጋጠመው አዲ በሽታ ሰዎች ሁሉ ታሙበት የሚችል በሽታ ሌላኛው ደግሞ ልቡ ሞቶ ልቡ ደርቆ ልቡ ጠልሽቶ ልቡ በምን ተሞልቶ በኩፍር ልቡ በመቀኝነት ልቡ በኒፋቅ ተሞልቶ ደግሞ ሞተ በቃ ልቡ የሞተ ሰው ልቡ የሞተው ስንል ስራ ያቆመ ማለት አይደለም ደሙን ይረጫል ነገር ግን መልካም ነገር የጠቆረ ልብ አለ አይደለም የተበላሸ ልብ ማለት እኮ ነው መልካሙን መጥፎ አድርጎ የሚያይ መጥፎውን መልካም አድርጎ የሚያይ በቃ መልካም ነገሮችን ሁሉ የሚጠላ ልብ በቃ ልቡ ታሞ ይሄ ሰውዬ በዚህ ሁኔታ ላይ ሳለ ሳይቶብት ወደ አላህ ሳይመለስ ሞተ ወደ አላህ ሳይመለስ ሞተ ይሄ ሰውዬ ትልቁ ህይወቱ ከሞት በኋላ ነው የሚጀምረው ትክክለኛ ሞቱ የሚጀምረው ከሞተ በኋላ ነው የጀሃነም ስቃይ ነው የሱ ትልቁና አጣፈንታ የሚጀምረው ሰው ምናልባት መኪና ገጭቶት ሊሞት ይችላል ምናልባት በተለያዩ እንግዲህ በሽታዎች ሊሆን ይችላል ብርድ ሊሆን ይችላል ጨጓራ በለው ሌሎች በሽታዎች አጋጥሞት ሊሆን ይችላል በድንገት ሞቶ ሊሆን ይችላል ይሄኛው ግን ልቡ ሞቶ ነው በቃ ይሞት እንዴ ልቡ ሞቷል ልቡ ሞቶ የሞተው ሰውዬ ለመጥፎ ነገር የታጨቀው የሆነ ሰውዬ ከሞት በኋላ የሚኖረው ህይወት ምን አይነት እንደሚሆን እስኪ አስቡት ባረከላሁ ፊኩ نعم الله سبحانه وتعالى لباچون كاطرالاچونا نصف كادرگلاچو باروچ الله يدرگن بهيوت ايالو لباچو كموتباچو سوچ الله يطبقن نعم سونت لايكو يمطا بشتا يفوسال حكيم بيت هيده يتلايو مرايتونوچن وسده ليفوس يچلال نگرگن يلب بشتا لبه درقو قران بتاقراو حديث بتاطقبو فصمو فصمو يمايطغبنا يمايفوس يونه لب نعم جنا هيوتو ستموت يجمرال سقاي نو چلما نو طبت نو مكرا نو يا سبحان الله ارى الله يطبقن والله نعم نعم احبتي في الله لنچنق يميگباو للباچن نو والله لبي من ياهل نصونا لبي من ياهل الله سبحانه وتعالى ببتشن جنت يا ملكوال سراي يسرروت يا اللو سلمانو سراين يما سمرو لمانو لمنسنو ونت لبي الله سبحانه وتعالى نفرتو يرسو يا الله سبحانه وتعالى شلمات كجلو يرسو يا الله سبحانه وتعالى وديتا فلقونو اندي መልካም ስራዎችን እየሰራ ያለው ወይንስ የሰዎችን ውዳሴ የሰዎችን ሙገሳ ፈልጎ እውነት ቁርአን ሳዳምጥ እውነት የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብያዊ ሐዲሶችን ሳዳምጥ በልቤ ላይ የሚሰማኝ ተጽኖ የሚያድር ተጽኖ አለ እንዴ እነዚህ ነገሮች ከግምት ሊገቡ ይገባቸዋል አህበቲ ፊላህ نعم ان الله لا ينظر الى صوركم الله سبحانه وتعالى ወደ ገጽታችሁ እኮ አይመለከትም واموالكم ደግሞ ገንዘብ አለኝ ብትል الله سبحانه وتعالى ከገንዘብህ እኮ ደንታ የለውም እርሱ ሳረለ እንደይሰጠ
እርሱ እኮ ነው የሰጠህ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው። ያ ያስከው ገንዘብ እኮ ልብህ ጥሩ የሆነ እንደሆነ ጥሩ ውሃ ታውለዋለህ። ስለዚህ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ያንተ ልብ ሁኔታ ነው የሚያሳስበው፣ ወደ እርዛ ነው የሚመለከተው። ጌታ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የእርሱ ማረፊያው መመልከቻው ልብህ ነው። የሰዎች ግን ማረፊያ ምናልባት ገንዘብህ፣ ምናልባት ገጽታህ ሊሆን ይችላል። አንተ የቱን ነው የምትመርጠው? የጌታ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን ወይስ የሰዎችን? የሰዎችን የመረጡ የሆኑ ሰዎች ገጽታቸውን አንሸባ በጣም አሳምረው አላህ አድርጉ ያላቸውን ትተው አላህ እኮ ለሴት ልጅ የሚያምርብሽ ይሄ ነው ይሄ ነው ብሎ አስቀምጦላታል። ለወንድም እንደዛው ሴት በወንድ እንዳትመሰል፣ ወንድ ደግሞ በሴት እንዳይመሰል ደግሞ አላህ ደንግጓል። አይ አይደለም፣ እንዴታ እኔማ ላደርገው ይገባል፣ እኔማ ልሞክረው ይገባል፣ እስኪ ሰዎች ስለኔ ምን ይላሉ ብለህ ወይም ብለሽ የምትንቦጣረሪ አሊያም ደግሞ የምትኩራሪ የሆነ እንደሆነ ትልቅ ፈተና ነው ያለሽው ማለት ነው። ትልቅ ፈተና ነው ያለሁ ማለት ነው። አኺ ፊላህ ኢዘን ወደ አላህ እንመለስ። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የልባችን ነገር በጣም ያሳስበዋል። መልካም ስራዎችን እንስራ። ደግሞ አደራ አደራ እንዳንሸወድ። ዋናው ልብ ነው፣ ዋናው ልብ ነው፣ ገጽታ አይደለም እያልን ደግሞ ሂጃብን መተው፣ ጥብቅብቅ ያለ ልብስን መልበስ፣ አሊያም ደግሞ ሌሎች ደግሞ ሰዎች ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ሱና መተው። ብዙ ሱናዎች አሉ የሚታዩ የሚንጸባረቁ፣ እነዛን ሱናዎች መተው ተገቢ አይደለም። ይሄ ስንፈት ነው፣ ይሄ ስህተት ነው፣ ይሄ ግንዛቤ ትክክል አለመሆን ነው። ግንዛቤያችን እናስተካክል። ለምን ከተባለ የሰው ልጅ የሚሰራው በልቡ የቋጠረውን ነገር ነውና ነው። ልብህ ውስጥ ያለውን ነው ሰውነትህ፣ የሰውነት ክፍሎች በአጠቃላይ የሚያንጸባርቁት፣ ተግባራዊ የሚያደርጉት፣ የሚንቀሳቀሱት። ልብህማ መልካም ቢሆን ኖሮ፣ ልብህማ ጥሩ ቢሆን ኖሮ ምላስህ ሙያ በልብ ነው የሚለውን ሁሉ ባልተናገረ ነበር። እንዲሁም ደግሞ የሰውነት ክፍሎች በአጠቃላይ አላህና ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስሩ ያሉትን በሰራና ተከልከሉ ያሉትን በተከለከለ ነበር። ነገር ግን ፉከራውን አቁምና ወደ አላህና ወደ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትእዛዝ፣ ወደ እነሱ ሙከራ ወይም ወደ እነሱ ምክር ሁላችንም እንመለስ። ይሄንን ምክር ከእናንተ በስተፊት ራሴን እመክርበታለሁ። ሀዛ ወላሁ አለም። ይህ 23ኛው ሐዲታችን ነበር። የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ ከሆነ ረመዳን እስከሚገባ ድረስ 50ኛው ሐዲት ላይ እስከ 50ኛው ሐዲስ እንቀጥላለን። ከ50ኛው ሐዲት በኋላ ኢንሻአላህ ደርሳችን የሚቀጥለው ሐዲሳችንን ወይም ደግሞ ኪታባችንን ካጋመስን በኋላ ከረመዳን በኋላ ይሆናል። ከሰባት ሐዲሶች ኢንሻአላህ ከረመዳን በስተፊት ይቀሩናል ማለት ነው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ልቦቻቸውን መልካም ካደረገላቸውና ከልብ በሽታዎች አላህ ካረቃቸው ባሮቹ አላህ ያድርገን። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ መልካም ከሚሰሩ ባሮቹ አላህ ያድርገን። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ልቦቻቸው ላይ እርካታ ከጣለላቸው ወይም ደግሞ ካስገባላቸው ባሮች አላህ ያድርገን። የልብ እርካታ ትልቅ የሆነ ነገር ነው፣ ዱንያንም አኺራንም የሚያሳምር ነገር ነውና አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የረመዳንን ወር ጾመው ሲያበቁ ከሚቀበላቸው ከእሳትም ነፃ ወጥታችኋል ካላቸው ባሮች አላህ ያድርገን። ሀዛ ወላሁ አዕለም ወሰለላሁ ወሰለም ዓላ ነቢይና ሙሐመድን ወዓላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።